أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بأهم العناوين. الشرق الأوسط، جهود أممية ودولية للدفع بعملية سلام يمنية شاملة. العربي الجديد، العراق تحذيرات وزير الدفاع من سلاح الميليشيات المنفلت تفجر جدلاً سياسياً. العرب اللندنية، تحالف شيعي من الخط الثاني لإزاحة رموز طائفية فقد ثقة الشارع العراقي. القدس العربي، الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية. عربي 21، تويتر يعلق حساب ترامب ويوتيوب يحذف رسالته لأنصاره. الترا عراق، تراشق بين واشنطن وبكين في العراق، تقرير أمريكي ورد صيني صارم. الزمان، رقم قياسي بالإصابات والوفيات في إنجلترا وتصريح أوروبي للقاح موديرنا. وننتقل مشاهدينا من العناوين إلى المقالات، ووجدنا مقالا حول جرائم النظام الإيراني يقول الكاتب علاء شبيب فيه: السؤال الأهم الذي نجد أنفسنا مضطرين لطرحه هو: هل يمكن أن يتعظ النظام الإيراني ويغير من نهجه المشبوه والفاشل هذا؟ منذ التأسيس المشؤوم لنظام ولاية الفقيه في إيران، فإن رجال الدين المتنفذين في هذا النظام وكذلك مختلف المسؤولين والمنتفعين منه يبذلون كل ما بوسعهم من أجل تبرير تدخلات هذا النظام في بلدان المنطقة وتصدير التطرف والإرهاب إليها وربط ذلك بنظرية دينية شاذة أثبتت الأحداث وتطورات سقمها وفشلها. والذي كشف وفضح كذب وزيف هذا النظام ومن أن تدخلاته ليست من الدين بشيء وقبل ذلك ليست لها أي علاقة بمصالح الشعب الإيراني العليا وأنها لا تعبر إلا عن المصلحة الضيقة للنظام هو أن الشعب الإيراني قد قام بثلاث انتفاضات كبيرة ردد خلالها شعارات ترفض هذه التدخلات جملة وتفصيلا وتطالب بإيقافها والكف عنها. اليوم وبعد كل الذي ارتكبه ويرتكبه هذا النظام من جرائم وانتهاكات وفظائع في ظل هذه التدخلات سواء في إيران نفسها أو في البلدان الموبوءة بها، فإنه وخلال الأسبوعين المنصرمين كانت هناك تصريحات ومواقف تؤكد وتثبت فشل وسقم هذه التدخلات وتطالب بإنهائها، حيث إنه على سبيل المثال فقد توجه رجل دين بكلامه إلى خامنئي وألقى عليه باللوم في جميع أخطاء العقود القليلة الماضية. وقبل يومين اعترف قاليباف رئيس مجلس شورى النظام بالانقسام الإيديولوجي والفجوة الاجتماعية والهيكلية العميقة في النظام، فالنظام أصيب بسيل من الأزمات والمشاكل العقيمة. ويضيف الكاتب قطعاً أن الإجابة سلبية، ولكن مع ذلك فإن النظام الإيراني يعلم جيدا أنه سواء تخلى عن هذا النهج أو استمر به فالنتيجة ستكون وبالا عليه. الاغتيالات السياسية في العراق موضوع تناوله الكاتب مصطفى غريب في مقالة جاء فيها: إلى متى تستمر الاغتيالات السياسية الطائفية؟ أين الضمائر من هؤلاء الشهداء الذين يتم اغتيالهم وإيقاف دورة حياتهم قسراً؟ الاغتيال السياسي يختلف عن باقي الاغتيالات التي تحاك لأسباب عديدة، والاغتيال بمفهومه العام وسيلة للتصفية الجسدية، أي إيقاف عجلة الحياة من الدوران بإنهاء حياة الفرد أو الجماعة، وللتاريخ حكايات وحوادث لا تحصى في هذا الصدد. الاغتيال السياسي لا يختلف بالشكل عما هو عام، إنهاء دورة الحياة ودفعها للعدم، إلا أن الهدف والجوهر يختلفان اختلافاً جذرياً، ففي الاغتيال السياسي لا يمكن أن تكون القاعدة للانتقام الشخصي،
بل هو الانتقام من الأفكار والاتجاهات السياسية والطبقية وفق مفهوم سياسي قاعدته إيديولوجية رجعية، إن كانت يسارية متطرفة أو يمينية. ففي كلا الحالتين اليمين الرجعي الديني الطائفي القومي واليسار المتطرف تحت يافطات اشتراكية تقدمية وطنية يكمن الهدف والجوهر. وكما حلل علميا يلتقي قطبا التطرف اليميني واليساري في نهاية المطاف. العراق يكاد أن يكون الآن حالة استثنائية كما يظهر من الأخبار والتحليلات والاستنتاجات لنقل مفهوم الاغتيال بشكله وجوهره إلى الفهم الطائفي، وكأنها بين الشيعة والسنة. فما قالته سابقاً حنان الفتلاوي ينضوي تحت مفهوم الاغتيال الطائفي السياسي التحريضي، وكان المفروض إقامة دعوى قضائية بالضد منها ومن تحريضها وتقديمها للعدالة تحت طائلة التحريض على الاغتيال ولزرع الشقاق وضرب السلم الاجتماعي في المجتمع العراقي. ويردف الكاتب قائلاً: أليس لهم عائلات فيها أمهات وآباء وإخوة وزوجات وأولاد يحتاجون لهم ولبقائهم أحياء داعمين؟ وبشأن الأزمة المالية في العراق وتداعياتها، تناولها الكاتب سامي آل قصاد في مقالة جاء فيها: لا بد من إعادة النظر بمرتبات الرئاسات الثلاث الخرافية وبمرتبات الدرجات الخاصة العالية. ألا تكفي 17 عاماً من القحط والفقر لكثير من طبقات الشعب العراقي؟ عندما نتأمل وضع العراق الاقتصادي والمالي والأزمة الخانقة التي يمر بها البلد والحلول التي تقدم من قبل الحكومة بين الحين والآخر كي تتمكن من تسوية أوضاعها ومساعدتها في سد العجز الحاصل في ميزانيتها، نجدها دائماً تلجأ للحل التقليدي لأزمتها وهو الاقتراض المالي. وقد أثبتت في غالب الأحوال أن مثل هكذا حلول غير عملية لتسوية أزمات الدول الاقتصادية، حيث يحملها مستقبل بضغوط سد القروض وفوائدها. إن كل القروض المقدمة للدول تكون عادة مشروطة بمزيد من التقشف وكذلك بخفض الإنفاق الحكومي. إن ما يمر به العراق خلال هذه الفترة من فوضى اقتصادية ومالية جعلته من الدول التي يشار لها بالفقر والجهل والحرمان، والسبب الرئيسي لذلك هو سوء الإدارة والفساد المستشري في البلاد وعدم النهوض الجاد بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والعلمية. فعندما شعر أصحاب القرار بالخطر الذي يواجههم لجأوا إلى بعض الحلول الترقيعية لكي يعبروا بأمان إلى الضفة الأخرى، لكن على حساب المواطن من خلال زيادة الضرائب وخفض الرواتب. وهذا الأمر بدوره يؤدي غالباً لكثير من الإضرابات وتدهور أحوال الطبقة الوسطى والطبقات منخفضة الدخل من سيء لأسوأ. وعندما نستعرض بعض دول العالم الثالث والتجارب المؤلمة التي مرت بها بسبب القروض، نتيقن تماماً أنها تؤدي لزيادة نسبة الفقراء. وأزاد الكاتب في مقاله: لا يجوز التقرب من رواتب الفقراء والطبقات الدنيا والوسطى، فهم أصلاً يعيشون الحرمان، فرواتبهم لا تكفي 5 أيام. كفانا فساداً ودعونا نبني عراقاً جديداً. جائحة كورونا وما شهدته خلالها من أحداث أبرزها ما تسمى بصفقة القرن، تناولها الكاتب كمال عبد اللطيف في مقالة جاء فيها: لم يكن وباء كورونا وحده العلامة البارزة سنة 2020، بل إن أحداثا أخرى تنتمي إلى المجال السياسي والحربي صاحبت. لم تكن السنة التي ودعنا قبل أيام سنة مسرات ولا سنة تدارك لما فات في مختلف قضايا الحاضر والمستقبل العربي، قدر ما كانت سنة أحزان وتراجعات، سنة عرفت تفشي وباء كورونا بمختلف تداعياته وأبرزها تحويله مسارات أنظمة العيش وأنماطه في مجتمعاتنا.
وإذا كان التاريخ يعلمنا أن الأوبئة تحضر ثم تتقلص أو تختفي، وأنها في بعض أوجهها تعد من نتائج كيفيات تفاعلنا مع الشروط الطبيعية التي نحيا في إطارها، إلا أن فيروس كورونا المستجد تمظهر من خلال تحولات جعلت مهمة إيجاد العلاج المناسب له مسألة معقدة. لم يكن وباء كورونا وحده العلامة البارزة سنة 2020، بل إن أحداثاً أخرى تنتمي إلى المجال السياسي والحربي صاحبته. الاندحارات العربية المتواصلة أمام الهجومات العدوانية لإسرائيل في فلسطين أو في غيرها في العالم العربي، ذلك أن الحروب الصهيونية العربية لم تتوقف بل تنوعت وتواصلت، وهي تجري اليوم من طرف واحد ضد المجموعة العربية بوسائل ووسائط جديدة. ومنذ إعلان أوسلو المسمى اتفاق المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي سنة 1993، لم تتوقف الحرب، بل إن المؤسسة العسكرية الصهيونية استغلت مظاهر الخراب والانقسام الفلسطيني. تلتقي خيارات المطبعين القدامى والجدد ومن يتهيأ من البقية للتطبيع، تلتقي جميعها في منح الصهيونية جواز اختراق فعلي للوطن العربي. ويضيف الكاتب: إنها الاندحارات العربية المتواصلة أمام الهجومات العدوانية لإسرائيل في فلسطين أو غيرها في العالم العربي. الانتخابات العراقية المبكرة موضوع تناوله الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها: بدون ضمانة سلامة صناديق الاقتراع سيصبح واجب العراقيين، جميع العراقيين في الداخل والخارج معا، هو مقاطعة الانتخابات بالكامل جملة وتفصيلا. العراق أمام تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت. الرئيس برهم صالح: صنفان من العراقيين المتحرقين شوقاً إلى هزيمة السلاح غير الحكومي وإلى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة سلطة القانون. الأول يضم الملايين من العراقيين في داخل الوطن، وخصوصاً منهم الذين لا ينتمون إلى أحزاب السلطة وميليشياتها ولم يتورطوا أو يشاركوا في جريمة اغتيال أو اختلاس أو تهريب واختطاف أو استيراد بضائع مهربة وأغذية وأدوية فاسدة أو عمالة لأجنبي، فهم أكثر الناس رغبة في دعم أي شخص أو حزب أو أي فريق يمكن أن يرفع عنهم ولو بعض هذا الضيم ويعيد إليهم وطنهم سالماً ومعافى ويحقق لهم الحياة الطبيعية أسوة بباقي شعوب دول الجوار والمنطقة والعالم. أما الثاني فملايين من المغتربين العراقيين في العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، لأن طراوة الحياة وحلاوة الأمن والعدالة والحرية في بلاد اغترابهم تزيدهم حسرة على بلادهم وحزناً على أهلهم الذين حرمتهم الشلل الحاكمة الفاسدة من أبسط حقوقهم الإنسانية، وأصبحوا أشد إصراراً على فعل كل ما بقدرتهم لمساعدة شعبهم على الخلاص والعودة إلى الحياة من جديد. ويضيف الكاتب: ذلك لإعلان الوطن مستعمرة مغتصبة وموبوءة، وحلال حمل كل أنواع الأسلحة كبيرها وصغيرها، مباحها ومحرمها، لتحرير هذا الوطن من قبضة الإرهاب والاحتلال والاغتصاب. الديمقراطية الأمريكية وما تنطوي عليه من عيوب موضوع تناوله الكاتب عثمان ميرغني في مقالة جاء فيها: الديمقراطية الأمريكية في محنة، وفي لحظة عبثية وضعها فيها ترامب وعدد من المتعصبين في حزبه وفي قاعدته الانتخابية.
الأنظار كانت على أمريكا مرة أخرى هذا الأسبوع لمتابعة حلقات أخرى في مسلسل انتخابات ستبقى مادة للباحثين والمؤرخين لفترة طويلة قادمة. انتخابات جعلتنا نسمع لغة غير مألوفة في الديمقراطيات الراسخة مثل التزوير والتلاعب بالأصوات وغياب النزاهة، بل والحديث عن محاولات انقلابية وتقويض الدستور. ففي خطوة نادرة حذر 10 من وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين من خطورة جر الجيش الأمريكي إلى مستنقع السياسة، وقالوا إن الانتخابات الأمريكية والانتقال السلمي للسلطة الناتجة عنها هي السمات المميزة لديمقراطيتنا، وباستثناء حالة وحيدة مأساوية وهي انتخاب أبراهام لينكولن رئيساً عام 1860، وما تبعه من أحداث الحرب الأهلية الأمريكية كلفت أرواح أمريكيين أكثر من جميع حروبنا الأخرى مجتمعة، كان للولايات المتحدة سجل متواصل منذ عام 1789 لمثل عمليات الانتقال السلمي هذا، بما في ذلك في أوقات الصراع الحزبي والحرب والأوبئة والكساد الاقتصادي. وينبغي ألا يكون هذا العام استثناءً. جلسة الكونغرس أمس لاعتماد نتيجة الانتخابات كان لتكون جلسة رمزية لاستكمال الترتيبات التي تهيئ لأداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 20 من كانون الثاني، لكنها تحولت مسرحية درامية. فقبل الجلسة سعى ترامب للضغط على نائبه مايك بنس الذي يترأس الجلسة بحكم منصبه لكي يؤخر أو يرفض اعتماد النتائج. ترامب وأعوانه ربما فشلوا في مساعيهم، لكن ما الذي يضمن أن يأتي رئيس آخر ينجح في استخدام اللعبة السياسية لتقويض أسس الديمقراطية في البلد الذي يتباهى بقيادته للعالم الحر؟ تعكف تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان على تطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني منذ أكثر من 2 عقدين من الزمن، رغم أن هذه التقنية تراجعت بسبب الصعود السريع للسيارات الكهربائية المنافسة والتي تعمل بالبطاريات والتي تروج لها أغلب الشركات حول العالم. ولتحقيق غايتها أعادت تويوتا تصميم أيقونتها المثيرة ميراي والتي تعمل بخلايا الوقود لزيادة مداها وتحسين أدائها وكفاءتها وسعرها. وتعتزم الشركة اليابانية طرح السيارة الصالون الجديدة في أسواق أوروبا خلال الربيع المقبل بعد طرحها في اليابان والولايات المتحدة خلال الشهر الحالي. وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوع السيارات، فإن مدى النسخة الجديدة من السيارة ميراي يزيد عن مدى النسخة السابقة بنسبة 30% تقريباً، ليصل إلى 850 كيلومتراً بفضل زيادة سعة خزان الهيدروجين بنسبة 20% وتحسين أداء خلايا الوقود بشكل عام بنسبة 10%. وتعمل سيارات خلايا الوقود بمحركات كهربائية تحصل على الكهرباء من خلايا الوقود، والتي تقوم بدمج الهيدروجين والأكسجين مع بعض لتوليد الكهرباء، ويكون العادم عبارة عن بخار ماء. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
بهذا نصل لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الأقلام. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير وإلى اللقاء.